طبعاً داعش لما دخل على الدير كله ما حد متقبله، قام بسوق الخضرة وأنا واقفة ليش طلع عيوني، تخانقت أنا واحد داعشي، قام ضربته، ضربنا بالشارع وشحشطته. بعد فترة ظل إلا استدل على بيتي. صارت مشكلة بعد كم يوم غبوا لي إياها، فجأة داهموا لي البيت، داهموا لي البيت بعد صلاة الفجر، اتشعشعت الضوء كأني إرهابية، دخلوا على البيت، المهم بدهم يلبسوني قضية، فتش البيت نكتوا نكت. ما أنا حاولت، صحيح الواحد عنده خوف، بس انطيت نفسي شوي برودة أعصاب. طبعا أول 4 أيام تركوني بالزنزانة، بعد 4 أيام طلبوني للتحقيق. المهم حاطي لي قضايا، قتلوني، يعلقوني مو أقل من 6 ساعات شبح يشبحوني. ضليت عندهم 26 يوم، اليوم 27 طالعوني.